السلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الأكيلة. اليوم جايبه لكم أكلة فواكه البحر من إيد أختي، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. خليكم معايا، كتير كتير حلوة وبنشوفها في مطاعم كتيرة، فاليوم قررنا نعملها لكم هالوصفة الرائعة. خليكم معايا. هنا عندنا فواكه البحر، عندنا السلطعون حبتين، كمان عندنا الجمبري في أنواع أحجام متنوعة. هلا نحن استعملنا الأنواع، بس أكيد لكم الحرية المطلقة إنكم تستعملوا أي نوع فواكه بحر بتحبوا. فيكم كمان تحطوا فيه إذا بدكم شوية سمك، بس هي معتمدة على فواكه البحر. عنا كمان أنواع كثيرة من الصدف، كمان فيكم تستعملوا أي أنواع الصدف بتحبوا. نحن حاولنا إنه نعمل ميكس. أول شيء رح نعمله، رح نقسم، لأنه ما شاء الله يعني هما 2 كيلو، رح نقسم لمجموعتين كل كيلو في مطرح. كمان رح نضيف عليه بطاطس مسلوقة نص سلقة. فيكم كمان تستعملوا الذرة، نحن ما لقينا للأسف، بس فيكم تستعملوا الذرة بيكون كمان مسلوق، لأنه لازم، لأنه الصوص كمان رح نسويه قبل ما نحطه في الفرن، يعني كل شيء حيكون مستوي إلا فواكه البحر اللي يكون لسه مش مستوية. فهنا عنا راس ثومة كامل، فكمان بنقطع 4 بصلات، طريقة بتكون كتير نحيف، يعني كتير كتير صغير، مكعبات كتير صغيرة. هنا بعد ما قطعنا 4 بصلات وبشرنا راس ثوم كامل، عندكم صوص الصويا بنستعمل ملعقة لملعقتين خفيفة، وعندكم صوص المحار اختياري، عندكم ملعقتين كاتشوب، كمان عندكم صوص الحارة مسكرة سويت شيلي صوص ملعقتين، كمان عندكم عصير الطماطم، فيكم تبشروا 3 طماطم إذا ما عندكم عصير طماطم، وملعقة معجون الطماطم، و200 جرام زبدة، كمان عندكم توابل بابريكا وكركم وملح وفلفل، وفيكم تستعملوا كزبرة ناشفة. هادو الأكياس راح يفيدونا لنعملوا فواكه البحر في الفرن، هما بيتباعوا في السوبر ماركت أكياس شواء، هيك بيجوا حجمهم وبيكون معهم هالقصة عشان تحكموا إقفال البلاستيك، عشان لازم ما يطلع أي هواء عشان تطبخ معكم كويس. دوبنا 200 جرام زبدة، وراح نضيفوا عليهم البصل المبشور او البصل المقطع مكعبات كتير صغيرة، راح نخليهم يدبلوا معنا. بس تدبل معنا البصلة وتعطينا هاللون الذهبي بنضيف عليه الثوم، كمان نفس الشيء لازم الثوم يذبل معنا. هنا بعد ما دبل الثوم والبصل بنضيف معه الطماطم، وبنضيف عليه كمان شوية مية.
واكيد رح نضيف كمان معجون الطماطم، هو ما مبين بس ضفنا ملعقة معجون طماطم. رح نعصر ليمونتين، كمان رح نضيفها على الخليط، بنضيفه بهالصفاية عشان ما ينزل البزر اللي فيه تبع الليمون. بعد ما تتسبك معنا بنضيف التوابل، بابريكا والكركم والملح والفلفل، وإذا عندكم كزبرة كمان فيكم تحطوا. راح نستعمل هون صوص المحار ملعقة، وبنضيف ملعقة لملعقتين من صوص الصويا. تسبيكة لون رائع للصوص، تسلم ايدك يا اختي. وبعدين بنضيف هالصوص التشيلي، صوص الحارة اللي بتكون مسكرة، بستعملوها كتير للاسيويين هالصوص، وملعقتين كاتشب. نخلط هلا، بدأ القوام يصير كتير ممتاز، قوام تقيل، صوص كل العناصر تجانسوا مع بعض وطونا هالصوص الرائع. هلا جا المرحلة رح نقسم هالصوص لمجموعتين، الكيس الأول رح يعني نملاه بالصوص هادي، رح نملى الكيسين ونقفلهم. بنكون عملنا الفرن على درجة حرارة 180. هل الفواكه البحر رح ياخذوا منا نص ساعة لينطبخوا، لأنه في هذا الأوبستر شوية كبير فبيحتاج سوا. إذا ما عندكم الأوبستر فعشرين دقيقة هي كافية. فيكم تحضروا رز أبيض كجانب، هذا الطبق الأخير شيء رائع، رح كتير كتير بس تعملوه كتير رائع وكتير لذيذ. والصوص بس اللي أخذت شوية وقت، بس وصفة سهلة ورائعة. صحة وعافية عليكم، ونقولكم مع السلامة، باي.